ديال البير كما قلت لكم، غير هو هذا البير راه مالح، يعني ماشي صالح للشرب حيت فيه الماء ديال البحر. ها نتوما شفتوا كيفاش داير، يعني تبارك الله عامر بالماء. ها هو واو، واحد المنظر غزال غزال. بلاتي تنهبط لا نجيب شي تكربيعه. شوفوا لي هذا المنظر ديال الديور اللي كيطل على البحر، الصراحه زعما منظر زوين بزاف، يعني ما بينه وبين سيدي بيبي غير شي جوج ولا 3 كيلومتر كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. عجبوني الالوان اللي ملونين حتى هما الديور، داك الزرق كيجي واعر بزاف، يعني انك السمكات كنقولها انا باش نقتلهم بالضحك. جميع متتبعي قناة فرحة خانوم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم درت لكم على واحد البحر هائل، يعني ما معروفش بزاف هنايا بالنسبه للناس ديال اكادير. هذا بحر سيدي بيبي اللي سميتو بحر سيدي الطوال. راه كيف ما شفتوا في بدايه ديال الفيديو، راني وريتكم الطريق ديالو من سيدي بيبي، يعني ديك البلاصه اللي درت لكم فيها الفيديو المره اللي فاتت على الطاجين السوسي المغربي، يعني من تما درت لكم الطريق اللي نجيو لهذا البحر ديال سيدي الطوال. كيف ما كتشوفوا معايا هذا البحر راه نقي بزاف، ما فيه حتى شي حاجه، يعني دوك الملوثات اللي كتلوث البحر بحال المصانع لي زوزين، يعني ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي غادي تخليه يتلوث. بحر نقي بزاف، يعني هنايا في الصيف كيجيو الناس هنايا كيكريو كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الديور. انا غادي نهبط لتحت باش نوريكم مزيان. عجبني واحد المنظر ديال البير كاين هنايا حتى هو، غادي نصوروا لكم الناس كيكريو هنايا، يعني منهم من البحر كاينين اللي كيخيموا هنايا في الصيف حيت هو بحر زوين وهو كيتسمى بحر سوفاج. وخليكم معايا راه غادي نوريكم واحد الهبطه، هنا كاينه هبطه كيف ما كتشوفوا ها هي فيها الدريجات، ولكن بغيت نوريكم ديك الهبطه الاخرى اللي بانت لي احسن مع فيها سميتو في هذاك البير. بغيت نوريكم نصوروا لكم كيفاش داير، والمهم خليكم معايا ما تمشيو فين. ها انتم كيف ما كتشوفوا غادي نمشي للزنقه الاخرى. شوفوا هنايا الديور كيفاش دايرين، يعني مناظر جميله، حتى يعني هنايا باقي داك البناء التقليدي اللي مفهمتي شحال هادي، يعني كاينين الناس هنايا ساكنين بانوا لي يعني تخارجين هما اللي مستافدين بزاف هنايا في هذا البحر ديال سيدي الطوال. يعني الناس ديال المنطقه هما اللي كيجلسوا هنايا كيهبطوا مع وليداتهم كيكريو الناس، وكاين هنايا حتى الكومبينغ. ها انتم هذه هي الزنقه اللي قلت لكم، شوفوا المنظر ديال البحر من هنا. شوفوا السطوحه ديال الناس كيسطح، يعني هو محذور
وغادي نوريكم المبنى ديالو من تحت الى هبط. ها نتوما دابا شوفوا، صراحه عجبني انايا هذا المنظر، يعني واحد الصنيقه اللي هي جات واعره واعره واعره. ها نتوما شوفوا الدريجات، يعني هنا فين غادي ينزلوا، يعني ما غاديش يجيكم صعيب، يعني حتى الا عندكم زعما الناس كبار ولا وليدات صغار، يعني ما غاديش تخافوا عليهم، يعني حيت كاينين دريجات اللي هما زعما ما صعابينش. ها نتوما شوفوا دابا الدريجات اللي نازلين، هو في الهبوط. ما نقولش لكم الهبطه مريحه، ولكن في الطلوع اللي غادي تمحنا شويه. شوفوا هذا هو المنظر ديال البير كما قلت لكم، غير هو هذا البير راه مالح، يعني ماشي صالح للشرب حيت فيه الماء ديال البحر. ها نتوما شفتوا كيفاش داير، يعني تبارك الله عامر بالماء. ها هو واو، واحد المنظر غزال غزال غزال. يعني هنا كياخذوا هذا الماء للاستعمالات اليوميه، الناس اللي بغاو يغسلوا معناتهم، يعني الناس اللي مخيمين. المهم بزاف انا عاد بانوا ليا هنايا شي دراري كانوا في الاول كيسقيو وهما ساكنين هنا، سولتهم قالوا لي هذا كنديروه مثلا في الكوزينه نغسلو معناد نديرو، يعني تبارك الله الماء موجود. ايوا انا بلاتي تنهبط لا نجيب شي تكربيعه في هذا الفيديو. هانتوما شوفوا معايا دابا المنظر ديال البحر كي داير من هنا، زعما بحر خطير واعر بزاف كما قلت لكم. يعني شكون كيجي ليه هنايا بزاف هما الناس ديال المنطقه ديال سيدي بيبي وديال النواحي بحال ايت ملول اين زكان، المهم اللي في نواحي اكادير كما قلت لكم راه ما بعيدش الحال بزاف، يعني راه قريب. وهنا معروف بزاف بالصيد، يعني الناس كيجيبوا السناره ديالهم وكيجيو كيصيدوا هنا. عرفتي هنا ريحه بوزروق ثاني هنايا خطيره، ريحه بوزروق مجهده مجهده، يعني ضروري غادي يكون هنايا. ها نتوما شوفوا دابا المنظر ديال البحر كيفاش داير، واعر صراحه غزال. عرفتي تشموا حتى ريحه الحوت، الحوت عاطيه عاطيه بالجهد، يعني ما نقولش لكم انا الصراحه عجبني هذا البحر، قلت ضروري ما نصوروا لكم باش تعرفوا على البحور اللي كاينين في النواحي ديال مدينه اكادير. شوفوا لي هذا المنظر ديال الديور اللي كيطل على البحر، الصراحه زعما منظر زوين بزاف. تلاقيت بزاف ديال الاجانب كانوا هنايا طالعين الكومبين، يعني وطالعين على رجليهم حيت هنايا قريب ليهم، يعني بلا ما يجيو يجيبوا الطوموبيلات ديالهم ولا دوك لي كارافان ديالهم، يعني كيحاولوا يديروا رياضه المشي من الاحسن. الصراحه والله الا انا عجبني البني ديال هنا اللي هو بناء تقليدي وبسيط جدا. الصراحه هادشي اللي بغات الوقت حيت صافي المدينه طلعت لينا في راسنا، ما بقيناش بغينا مثلا نبعدوا شويه على ضوضاء المدينه، نجيو نسمعوا بحال اصوات هاد الماج اللي هما غزال صراحه. لا بلاج، يعني الواحد ضروري ما يجي يريح نفسه زعما مره مره. وكنقول لكم مرحبا بكم يعني في بحر ديال سيدي بيبي سيدي الطوال ديال الشتوكا ايتبا. ها نتوما كيف ما شفتوا، ها نتوما كيف ما شفتوا دابا كيف ما قلت لكم، ها نتوما راه هما الناس دابا راه كيصيدوا. ها نتوما راه دابا حنا في اواخر ديال يناير وتبارك الله لقيت الناس كيعوموا كاع بحال ما جاهمش البرد، واخا ان يعني الجو بارد شي شويه ولكن ماشي شي بارد عاوتاني. ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه هما الناس فين جالسين، يعني تبارك الله الاجواء زوينه بزاف. وداكشي ثاني علاش عجبني المنظر وقلت نوريه لكم، حيت الاكثريه ما عارفش هاد البحر، هانتوما سمعوا غير صوت الامواج غزال واو. وهذا بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا ليا بان بغاو زعما يتعرفوا على البحور اللي كاينين في مدينه اكادير وفي النواحي. انا اليوم لبيت الطلب ديالهم وجيت نصور هذا البحر اللي هو قلت لكم بعيد على المنطقه بشي 27 كيلومتر هكاك ولا 25، يعني ما بينه وبين سيدي بيبي غير شي 2 ولا 3 كيلومتر كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. وبالنسبه للطريق راه صورتها من الاول حتى الاخر، يعني من سيدي بيبي ماشي من اكادير، يعني من الرجوع ديالي. وكتجي الاجواء راه سهله، يعني سواء كنتوا جايين من طريق اكادير راه غتبان لكم قبل ما توصلوا لسيدي بيبي، راه كاين لا فليش ديال بحر سيدي الطوال راه على اليمن. وها نتوما بصحتكم تويزه في هذا البحر معايا. شوفوا معايا هاد السناره، ها هي دابا كتسنى شي سمكات، الله يجيبهم الله يجيبهم. عجبوني الالوان اللي ملونين تهما الديور، داك الزرق كيجي واعر بزاف، يعني كيوحي لك بانك انت حدا البحر، يعني اللون ديال السماء مع اللون ديال البحر مع اللون ديال الديور بالزرق زوين صراحه. ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا لقيت واحد الصياد هنا بالسناره كيف ما كتشوفوا، ها هي السناره دابا
كتسنى غير شي اسماك الله يجيبهم على خير. دابا هنا بغيت غير نعرف دابا كيفاش كتصيدوا. انا بانت لي انا الصناره كتقادها، بغيت غير نعرف دابا حيت انا دابا هذا الشيء جديد عليا، وبغيت شنو الدور ديال هذه الكركوبه اللي شاد في يديك. هذه دابا كتسمى بلوم، هذا هو الثقل. اييه اييه، هذه دابا كتثقل الصناره، هي اللي ملي كتلانسي دابا ملي كتصنارو. اها هادي دابا كتعطي واحد السرعه وكتدخل لها، كتفون داخل لتحت باش انك تزيد في الحوت في الداخل ديال البحر هكاك. وهادي راه الصناره كيف ما كتشوف يعني. يعني هنا فيك هادي هي هاد اللعيبه هادي اللي كديروا فيها داك الطعم. الطعم باش هكاك، وهاد الطعم دابا مناش مكون؟ طعم السردين. هذا السردين يعني كديروا اي نوع ديال الحوت؟ ايوا اي نوع اللي موجود. مرحبا هكاك. اييه طاو في هذا الطروف من بعد الراس ما كنستعملوش هكا، والداخل هذا حتى هو ما كنستعملوش، كنستعملو هذه الحمه ديالي. ودابا مثلا ها انت درتي الطعم ولحتي الصناره وكلشي باش كتعرف بان راه الحوته تشدات، يعني ضروري ما كاينين دي زانديس. ديك الساعات ملي كنصيفطو هذه للبحر عوم تعوم حنيني على خطر خطره. اييه الطريقه هذه اللي كنديروا. دابا غتورينا الطريقه الله يعطيك الصحه. اييه هذا الصبع دابا كنحطو هنايا، ديما كنديروا ليه حتى وكنحسوا بالطرف ديال الحوت هكاك. ولكن بلاتي دابا اللي فهمت انا بان باش عرفت انا راه ماشي الموجه هذيك يعني الضرب ديالها. لا الموجه حنا عارفينها. دونك هذاك الشيء فاهمينو بعضياتكم. هذه داك الديسك ديال سولت عليك الموجه، دابا انت فاهم الموجه وفاهم. تبارك الله عليك، برافو عليك. اييه صافي مزيان، من هنا كتحسوا بان راه هذيك الحوته شدات داك الطعم، صافي تما كتصيد كتهز الصناره. هي كتاكل شويه بشويه، مازال ما كتزعمش. مازال ما كتزعمش يعني يلاه شويه بشويه. ها وكيفاش كتزرب عليها انت؟ كنزربوا الطريقه هذيك. لا منين كتعرف راه كلات الطعم كله صافي كتزرب عليها تهز. كنزرب عليها كنهز. اها باش تشد فيها الصناره. صافي برافو عليكم. يعني انا انك السمكات كنقولها انا باش نقتلهم بالضحك. كل سمكه صغيره انت وزهرك، انت وزهرك، وان شاء الله الرحمن الرحيم تلقاو شي سمكات ومتخمين. صراحه عجبني الجو هنا ديال صراحه زعما بلاصه زعما ديال الصياده ديال بصح. كنشكر الصياد ديالنا، كنقول ليه برافو عليك على هذه المعلومات. صراحه عطاني شويه من وقته واخا هو مسكين جا باش هذا وحبستو انا. كنقول لكم شكرا على تتبعكم الفيديو حتى النهايه، مع تحيات.